Scene one, take one, Mark. يا جماعة أنا بشرتي دهنية وهذا الشيء اللي قاعد أعاني منه طول أيام التصوير يعني ما ودي أطفي كل شوي بودر وأوقف التصوير علشان يعني التيزون طالع مو حلو هالشيء المهم فقاعد أستخدم برايمر من سماش بوكس أويل أند شاين كنترول هذا اللي قضى على الموضوع كله تدرون طبعا كل شغلنا يعتمد على الفاونديشن أهم شيء بالفاونديشن بالنسبة لي أنا صراحة إنه بالمشاهد اللي أنا أكون نايمة فيها ما يكون مبين الفاونديشن يعني ليهني واصل أحب الفاونديشن يكون ويهي فأحب الفول كفرج مع السماش بوكس لأنه ما يطلع حبوب لأنه خفيف وبنفس الوقت فول كفرج يغطي كل اللي قاعد تشوفونه الحين عندي الفوتو فينو سيتنج سبراي أهم منتج لازم يكون معاي من جنطة بالطيارة بالسيارة بالتصوير طول اليوم لازم يكون وياي لأنه هو اللي يجدد الميك اب يعني إذا الميك اب اخترب صار في شيء قرشة وكنا من يده جديد الميك اب حطته أنا ليلى عبدالله ممثلة ماي شيد از فور